انتوا فاكرين ده كتاب؟ دي مذاكره. معلش اهلا يا دراكم، عاملين ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده نفسي فيه عن اللغه العربيه الجزء الثاني. ليه عملت الجزء الثاني؟ اول لسببين. السبب الاول ان في ناس كانت مش عاجبها الفيديو الاول عشان الفوكس ما كانش مظبوط لحد نص الرسمه تقريبا، فقلت اعمل لكم فيديو ثاني يكون فوكس فيه مظبوط ويكون مظبوط على الاخر عشان تعرفوا ترسموا بسهوله ومحدش يبقى عنده حنجه للرسم. انا مش شايف حد عنده حنجه. فده اول سبب. ثاني سبب ان في ناس كتير كلمتني على حسابي على الانستجرام اللي هتلاقوه في صندوق الوصف، الرابط بتاعه وهتلاقوا اسمه تحت على الشمال هنا. فالناس كتير كلمتني قالت لي ان احنا عايزين جزء ثاني. ليه؟ عشان عملنا الفوكس ما كانش مظبوط ساعتها والرسمه ما كانتش مظبوطه وعايزين رسمه سهله تعرفوا ترسموها. فقلت اعمل لكم جزء ثاني عن اللغه العربيه. فقبل ما نبدا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك والقناه وتفعيل زر الجرس. ويلا بينا نقرا بقى. ها، طيب يلا بينا نرسم الرسمه. الرسمه النهارده سهله جدا. قلت لو رسمها ابعت لي على حسابي على انستغرام هتلاقيه في صندوق الوصف. هنستخدم بس قلم اتش بي في الرسمه. الرسمه بقلم واحد بس. اول حاجه هنعملها هنعمل الشعر. هنعمل شكل ربع دايره او نص دايره زي ما انتم شايفينها كده، وبعد كده هنعمل نص دايره اكبر من اللي احنا لسه عاملينه ده. نعمل واحد اكبر منه الطريقه دي، وبعد كده نعمل اللي هو القصة او الشعرة اللي طالعة كده من الشعر زي ما انتم شايفين هنعملها دلوقتي اهو كده مثلث، بعدين مثلث تاني اكبر منه شوية، ومن عند النقطة اللي احنا عملنا من عندها الدائرة التانية برضو هعمل الشعر من ناحية من تحت كده من الناحية التانية. يعني زي نعمل هنا برضو مثلث كده، مثلث على اليمين مثلث على الشمال. يعني زي ما انتم شايفين كده النقطة اللي احنا عملنا عندها الدائرة التانية نفس النقطة اللي احنا نقف عندها في الشعر من تحت من عند الوش. وبعمل هنا برضو ربع دايرة كده صغيرة عند الودان. الودان هتكون عبارة عن دايرة كده وجواها خط بالعرض وخط بالطول كده زي ما انتم شايفين. ومن هنا هبدأ اعمل من على الشمال هنا هبدأ اعمل الوش عبارة عن خط كده مايل شوية لتحت ودايرة صغيرة قوي كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده نعمل الوش عبارة عن خط مايل سنة عشان يعمل لها شكل الراس الطريقه دي. طبعا لو في اي حاجه بمسح او وبعملها تاني عادي مفيش اي مشكله. وبعمل الشعر زي ما انتم شايفين اللي ناحيه الشمال ده. طبعا اللي عنده افكار لفيديوهات جايه يكتب لي تحت في الكومنتات او عايزني اعمل له حاجه او في حاجه مطلوبه منه في المدرسه عايزني ارسمها عشان يطبقها معايا يكتب لي تحت في الكومنتات. نعمل النضاره عباره عن دايره ودايره تانيه جنبها. طبعا النضاره هنا انا ما ظبطتهاش قوي فلسه هظبطها تاني، بس الاول اوريكم اللي حصل. دي مشكله بيعاني منها اغلب الناس عشان كده حبيت اعملها عشان الناس تفهم بنعمل ايه ساعتها. زي ما انتم شايفين المشكله دي من اغلب الناس اللي بتحصل لهم، ان سواء حتى في العين او في النضاره، ان يعني بتلاقي عين اكبر من عين او نضاره اكبر من نضاره في العدسات او اي حاجه يعني بتلاقي الاتنين مش زي بعض قوي. الحل في الموضوع ده انك بتعمل الكبيرة الاول المؤثرة الاول شكل المؤثر الاول او العين اللي هو اللي عليها المنظور اكتر، وبنعمل اللي جنبها زيها. يعني هتشوفوا دلوقتي بصوا احنا عملنا ايه، عملنا اللي جنبها زيها. يعني لما مسحنا عملنا اللي جنبها زيها فالموضوع اهو طلع زي ما انتم شايفين كويس شوية. بنعمل بقى العين نفسها عبارة عن دايرة جواها نقطة كده سودة اللي هي النني او البؤبؤ زي ما انتم شايفين. والبؤ بسيط جدا عبارة عن خط مايل لتحت كده زي ما انتم شايفين، وفي كده اسنان مستطيل تحت، وفي نص دايرة تحت ده اللسان زي ما انتم شايفين. وبعمل نص دايرة كده صغيرة خالص على اليمين هنا اللي هو عند الخد، ان هو فرحان يعني الشخصيه اللي معانا فرحانه. طبعا الشخصيه كرتون جدا يعني كرتون، فمش مش محتاج ان احنا نعمل حاجات ليها علاقه بالواقعيه. فزي ما انتم شايفين احنا بنعمل حاجات تقريبا كرتون خالص، يعني حاجات بسيطه جدا. زي ما انتم شايفين بنعمل دلوقتي الكتاب. الكتاب عباره عن مستطيل كده نازل لتحت زي ما انتم شايفين، وهعمله هنا الايد عباره عن 3 صوابع عباره عن 3 اشكال دايره. ونفس الكلام هعمله الناحية التانية، اعمل الكتاب واعمل الايد اللي هتمسكه. بس الاول اعمل الرقبة اهو، اعمل التلات صوابع بتوعي اللي انا رسمهم زي ما انتم شايفين، وبعمل الكتف بتاع الشخصية بتاعتي وبعمل لها الايد طبعا.
طبعا الايد من منظور دلوقتي المفروض الايد زي ما انتوا شايفين كده بتبقى صغيره بالطريقه دي. اهو عملنا كده الايد وعملنا الكتف وبنعمل دلوقتي بقيه التيشيرت او القميص زي ما انت شايفها. بقى دلوقتي بنعمل الكتاب عباره عن خط كده اللي تحت وخط الفوق، يعني خط كده زي كانك هترسم مثلث زي ما انتوا شايفين. طبعا لو في اي حاجه بنمسح، عشان كده بنخطط خفيف عشان لما نخلص خالص نبقى نخطط بقى التخطيط التقيل. يبقى بنخطط خفيف عشان لو غلطنا او حاجه ونيجي نمسح ما يسيبش اثر على الورقه. زي ما انتوا شايفين عملت كده مستطيلات خفيفه بس تديني شكل الكتاب. يعني دلوقتي بعمل البنطلون عباره عن خط مستقيم لتحت زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هنا نص دايره كده اللي هو الشبشب او الحذاء او اي حاجه زي ما انتوا عايزين تقولوها يعني. وبعمل كده الخط مستقيم في تحت الحذاء من تحت او تحت الشبشب من تحت زي ما انتوا شايفين كده، عشان يديني بس منظر ان هو الولد صغير او ماسي، يعني رجله مش رجل، هتكون رجل ولد يعني رجل طفل. فزي ما انتوا شايفين عملت دلوقتي الرجل التانية كده بالطريقة دي وعملت فيها خطوط كده عشان تديني بس منظر. وبعمل دلوقتي حرف عملت حرف الفاء اللي هو الحروف يعني هتكون طالعة من الكتاب. هي دي الفكرة في الحروف، ان الحروف كأنها طالعة من الكتاب، فهمتوا؟ فده الفكرة من الرسمة في الموضوع ده، ان هي من رسمات اللغة العربية، ان هو بيدي او بيبرز ان الرسمة طالعة من الكتاب. عملنا حرف الفاء وبنعمل حرف الطاء اهو، خلصنا حرف الطاء. هنعمل حرف الباء، طبعا بنعمله بشكل كده يعني مش خط عربي، ده بيكون كده زي البلالين، انا بقربها للبلالين جدا يعني لما باجي ارسمها بعرفها كانها بلالين. ليه؟ لان بتلاقي حتت رفيعة وحتت تخينة، يعني ملهاش قانون معين، انت على حسب مزاجك على حسب الشكل اللي تحسه احلى وبتعمله. زي ما انت شايفين كده بنعمل نقطة الغين الطريقة دي، وبنعمل اخر حرف هو حرف النون زي ما انتم شايفين. دي الرسمة بتاعت النهاردة اهو، ظبطت لكم الفوكس والرسمة وكل حاجة مظبوطة على الاخر في الجزء الثاني. فاللي عنده بقى مشكلة ما تبقاش عندي انا كده، خلاص مسؤوليتي راحت، لازم ترسم وتجيب ورقة وقلم وتبدأ ترسم معايا بالخطوات كده. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش اللايك والشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. اللايك يا جماعة بيفرق، ما تستهونش باللايك، حط لايك عشان بيعلي الفيديو وبيخلي الفيديو يظهر لناس اكتر. فحطوا لايك واكتبوا كومنت جميل زيكم، ولو عندكم افكار للفيديوهات برضو اكتبوها تحت في الكومنتات. مستني رايكم على الفيديو وبس، اشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامة.